مع مداخلة مهمة مع كابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة المصري والحديث عن مباراة الغد، مباراة الأهلي والزمالك. كابتن محمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن خالد يا جميل. أخبارك إيه؟ كله كويس، أنت عامل إيه؟ كله تمام. كله تمام؟ الحمد لله. بشيد باتحاد كرة السلة، زي ما وقت قلنا ان اتحاد كرة السلة كان فيه سلبيات وانت تقبلت ده، لازم نشيد باتحاد كرة السلة النهاردة ونقول ان اول مرة في تاريخ كرة السلة يسحب قرعة يطلع اهلي وزمالك، وكمان في العصر الحالي ان الناس تلعب على يلعبوا في الاهلي او الزمالك، ودي اول مباراة اعتقد تقام في الوقت الحالي على ملعب نادي الاهلي في مباراة دور الـ16. بص طبعا الفريقين قمتين من قمم كرة السلة. السنة اللي فاتت كانوا هم في الفاينل فور في الدوري، تمام، سوبر ليج بتاعنا. القرعة بقى هي يعني للأسف جابت الصدام المبكر دوت. بكرة مباراة مهمة جدا، دور الـ16 بالنسبة لهم بطولة، بالنسبة لأي من الفريقين يعني الخسارة نوك اوت، اللي بيخسر بيطلع بره البطولة، اللي بيكسب بيكمل. فطبعا مباراة بطولة مصرية، طبعا الظروف الحالية بتخلي أهمية المباراة مضاعفة، وعشان كده النهاردة كان في اجتماع ما بين مندوبي الأندية ومنسق المباراة كابتن أو مهندس خالد بوصي في الاتحاد المصري لكرة السلة. قعدنا الاجتماع بأمانة كان في منتهى الشياكة والرقي، والناس محترمة والناس متفاهمة ومتعاونة، والناحيتين الحقيقة عايزين يوصلوا بالمباراة لبر الأمان. وكل الطلبات أو كل التخوفات والمخاوف اللي الناس حاسة بيها متفاهمينها، وعايزين نلعب الماتش ونلعب باسكت. يعني احنا النهارده انا بقول لهم يا جماعه احنا عايزين نلعب باسكت، عايزين نعمل حاجه كويسه الناس تتفرج وتنبسط. اعتقد ان قناه الاهلي زايعه بكره ان شاء الله باذن الله، فالماتش ان شاء الله فالماتش مش زايع والناس هتشوفه. اتمنى المباراه بقى تكون فنيا مستوى حلو ومستوى مرتفع، وده اللي متوقعينه. وناس كثيره من مجلس اداره الاتحاد جايه، طبعا انا عارف ان في ناس مجلس إدارة النادي الأهلي ونادي الزمالك موجودين. أعتقد المباراة إن شاء الله هيكون شكلها حلو وفنيا ممتع للجمهور. بصراحة الأهلي والزمالك دعموا بلعيبة كبار جدا، فأعتقد الناحية الفنية إن شاء الله بكرة هتكون على أعلى مستوى، وهنتفرج على كرة سلة مصرية حقيقية، وهيكون إن شاء الله هو ده المدخل لكرة السلة في أفريقيا والعالم بإذن الله. لكن خليني أكلمك على كواليس الاجتماع. كواليس الاجتماع قلت إن كانت في تخوفات من الجانبين، عايزك تديني نبذه داخل الاجتماع، يعني كده انفرادات داخل الاجتماع النهارده اللي حصل داخل اتحاد كره السله. بص هو النادي الاهلي قال الحقيقه، يعني قال اللي انتوا عايزينه. كويس. بالنسبه للثلاث اطراف الاهلي الزمالك الاتحاد كره السله، احنا موافقين عليه، بس طالبين اللي هيطبق علينا في الماتش ده يتطبق بعد كده. كويس. اتفقنا، وطبعا ده طبق يعني طلب منطقي جدا. بكره دخول عدد محدود جدا من الناديين، حوالي 50 فرد من كل نادي، شامل اعضاء مجلس الاداره وشامل اهالي واسر اللاعبين وشامل بعض المدربين والكلام دوت. الاتحاد المصري باعت برضو قايمه بالاسماء اللي جايه، اذا كانوا عاملين بالاتحاد او اعضاء مجلس الاداره او الصحفيين او طاقم السوشيال ميديا بتاعنا. كويس. فالموضوع هنحاول نحكمه. والنادي الاهلي طلب الكلام دوت، نادي الزمالك قال يعني النادي الاهلي ده طلب مشروع. احنا كمجلس اداره الاتحاد ممثل في مهندس خالد الروسي منسق المباراه، وانا كنت موجود في الاجتماع، طبعا شايفين ان ده طلب منطقي جدا. اتفقنا الناس هتدخل منين وهتطلع منين، الجمهور هيقعد ال 50 فرد، هو مش جمهور للحقيقه، 50 فرد اللي جايين، ال 50 او ال 40 بعد اعضاء مجلس اداره من نادي الزمالك هيقعدوا فين، الناس بتوع النادي الاهلي هيقعدوا فين. كويس. يعني تقريبا متفقين على الشكل العام. كويس. ما كانش فيها حاجه، ما كانش فيها يعني طلبات متعسفه او طلبات صعب تحقيقها. لا يعني الدنيا كانت ماشيه كويس جدا الحقيقه. بصراحه شديده انا بشكركم، لان فعلا اتحاد كره السله بدا ينجح النهج اللي احنا عايزينه، اللي هو يعني في اجتماع تنسيقي، كل واحد عارف دوره ايه، عارف حدوده ايه، علشان المباراه تعدي لبر الامان. دي حاجه محترمه جدا، اتمنى ان كل الاتحادات المصريه زي اتحاد كره السله كده مبادر على مباراه القمه، ان شاء الله كل الاتحادات المصريه تتبع نهج اتحاد كره السله المصري. لكن خليني وانت موجود، دوري كره السله ملتهب ومشتعل بمحترفين لكل الانديه مع فوز الاتحاد السكندري بالبطوله العربيه، فالموضوع اختلف السنه دي، الدوري
فنيا عالي جدا كابتن محمد عبد المطلب، كابتن نادي الاتحاد وكابتن مصر سابقا، رايك ايه في الدوري السنه دي؟ بص هقول لك حاجه، نبتدي من قناه النادي الاهلي، فنبتدي بالنادي الاهلي. النادي الاهلي عمل تغييرات شامله وجذريه، جاب يعني استعان بلاعيبه مصريين من الخارج، جاب لعيب محترف عالي جدا، دعم صفوفه بلاعبين من المحليين، عمل تشكيله وشكل جديد بقياده كابتن اشرف توفيق. كويس. نمره واحد. تمام. نمره اثنين، نادي الاتحاد السكندري جاب كابتن احمد مرعي مع بعض المحترفين، وجاب مصريين برضو زي مصطفى عصام اللي اخذ احسن لاعب من كان بيلعب في قطر، فعمل تدعيم بلعيبه مصريه من الخارج. كويس. النادي الاتحاد داخل في الصوره. تمام. نادي الجزيره لسه كسبان السوبر، كسبان الزمالك بطل الدوري، ومعاه كابتن محمد الكرداني، وعارفين معاه عمرو الجندي وعمر طارق والمحترف بتاعه برضه، فنادي الجزيره داخل في الموضوع برضه. الزمالك بطل الدوري، مشارك في بطوله انديه افريقيا، ومعاه لعيبه جامده جدا، حصلت عنده مشكله مع ستوجنن، اللعيب المحترف بتاعه مشي، جاب واحد بقاله ثلاث ايام اللي انا سامعه ان هو كويس جدا كمان، الزمالك موجود في الصوره. تمام. الانديه بقى اللي احنا ايه كنا قلقانين انها ما تبقاش موجوده سموحه، رغم ابتعاد كابتن اشرف توفيق وتولي المهمه لكابتن ايمن مطراوي، ده مدرب صاعد واعد قدير الحقيقه، احنا متوقعين له مستقبل كبير، عمل تدعيمات داخليه وجاب لعيب محترف ولقيناه بيكسب الجزيره، فسموحه اهو واضح ان هو موجود كده. خمسه كده، خمس فرق. حط معاهم سبورتنج ماشي كويس، المحترف بتاعه مش قد كده، راح مغير وحطه النهارده في القايمه، فسبورتنج داخل معانا في الموضوع. الجيش والتامين والاتصالات واصحاب الجياد، الخناقه هنا بقى. الجيش والتامين ليه خناقه؟ يعني انت انا قلت لك سته وفي اربعه في خناقه بينهم على اثنين لسه كمان متوقع. اربعه، فانت متوقع دوري السوبر هتلاقي ثمان فرق مين يكسب مين، اسماء كبيره وفيهم فرق ادائها هيكون كبير. كويس. دي اكيد بيعم على النفع في الاخر للمنتخب المصري لكرة السلة، اكيد كلنا منتظرين وطالبين المنتخب المصري يبتدي يتحط جوه الاجواء الافريقية عشان يطلع للعالمية باذن الله من خلال الاتحاد المصري لكرة السلة. يا رب يخليك. طيب حاجة اخيرة، سؤال مهم عايز اساله لك، هل انت بتفكروا في اتحاد كرة السلة تدعموا لعيب محترف تاني، ولا انت شايف من وجهة نظرك هو لاعب واحد فقط يكفي للاندية المصرية؟ بص الموضوع ده قتل بحث. كويس. خلصت عليه. والكلام كتير. انت لما تيجي تبص لها من المنظور الخارجي تلاقي ان البطوله العربيه كان فيها اثنين محترفين اجانب. بالظبط. لما تيجي بطوله انديه افريقيا بتلاقي اربعه محترفين، اثنين من خارج القاره واثنين من داخل القاره الافريقيه. مظبوط. لما تروح لبطوله انديه اوروبا تلاقي ان عدد المحترفين في اليورو ليج مفتوح. كويس. اذا كل البطولات العالميه على مستوى الانديه مفتوحه. طيب. لما تلاقي ان الاتحاد الدولي لكره السله سامح بوجود لاعب محترف اللي هو ناتشورالايزد المجنس. كويس. فانت اذا انت مطلوب وجود اللاعب المحترف بشكل ما، احنا عندنا واحد. التفكير هل نطلع للتاني ولا لا؟ احنا شايفين ان التاني من وجهه نظري على الاقل الشخصيه ان التاني وجوده مطلوب، لكن مش في الفتره الحاليه. إن الفترة الحالية الأندية ابتدت تستوعب اللعيب الأولاني، تمتصه وتبتدي تتعامل معاه. المرحلة الجاية ممكن كمان سنة أو سنتين أعتقد بقى يجب إعادة النظر، هل واحد كفاية ولا نروح للتاني؟ ده بس وجهة نظر أنا شخصية، يجب وجود التاني. يبقى ده واضح إن في معارضة شوية، أو يعني مفيش تقبل للفكرة. طبعًا رأي الأغلبية يعني ينتظر. في الفترة الحالية لا، احنا مش رايحين للاعب المحترف الثاني. يبقى اكيد ان شاء الله في الفترة القادمة هنروح للمحترف الثاني، عشان عارف برضو كابتن محمد عبد المطلب الرأي الفني بتاعه رأي مهم جدا. ان شاء الله بإذن الله دوري كرة السلة يفرز لمنتخب مصر، وده الأهم بالنسبة لنا كلنا، ان شاء الله يفرز منتخب قوي ينافس على البطولات الأفريقية قريبا. كابتن محمد عبد المطلب بنشكرك شكرا جزيلا جدا.